السلام عليكم خواتاتي وصحباتي والكوميدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ وقولوا لي يا اختي، ما تبقيش كل ساعه السلام عليكم خواتاتي صحباتي كي دايرين، وادخلي لنا في الموضوع نيشان، ادخلي في الوصفه نيشان. المهم خواتاتي، كنبغيكم ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير، وتكونوا فرحانين ومهلين يا اختي في البشره ديالكم، ومهلين في راسكم، وتكونوا دائما ناشطات وبواحد الطاقه اللي هي ايجابيه. الا كنتي اختي مهليه في راسك ومهليه في البشره ديالك ودائما كتشعلي ودائما راضي على راسك، كتكون عندك واحد الطاقه ايجابيه، كتكون عندك واحد شغن نقول لك، كتبغي ديري كل شيء، يعني كتبغي تشقاي، تبغي تقابلي الوليدات، تكوني فرحانه وناشطه. اما الا كنتي ما مهلياش يا اختي في راسك وهامله راسك وسميتو كتكوني عيانه دائما مدقدقه ما حامله ديري والو، لا اختي دائما تهلي في راسك كما قلت لك، ولا تهليتي في راسك راه كتولي عندك واحد الطاقه، كتولي ديري كل شيء بلا ما تشعري. المهم اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي خطيره، كتسد لينا المسام. ملي كيكون عندنا دوك المسامات ديال الوجه كيكونوا يعني كيوسعوا، كيوليو بحال شديتي شي بره وتقبتي البشره ديالك، كتبان لك بحال ما هكا مثقبه بحال شي بغريره. هاد الوصفه اللي غنعطيكم اليوم بغيت نديرها، وقلت ضروري نشاركها مع خواتاتي، لحقاش درت معكم الوصفه ديال الكلف اللي حطيت لكم البارح، وشاط لي البيض ديال البيض، وهاد الوصفه هذه فيها البيض ديال البيض، وقلت يا اختي بلا ما نضيعوا غادي نديرو في هاد الوصفه، وغادي نشاركها مع خواتاتي، لحقاش كانوا جاوني شي تعاليق قالوا لي عافاك شاركي معنا شي وصفه تكون زوينه اللي كتسد لينا المسام. ضروري كيكون عندنا المسامات في الجسم ديالنا كامل، يعني باش الدات كتنفس والبشره كتنفس، ولكن ما خصهمش يكونوا باينين، ما خصهمش يكونوا، خصهم يكونوا مضيقين، يعني كاينين ولكن ما باينينش كاع بصفه نهائيه. المهم هاد الوصفه من الوصفات اللي خطيره، كتسد المسام وكتنقي لنا البشره وكتعطينا واحد اللمعان، كتولي البشره ديالك بحال المرايه. المهم خواتاتي انا راني صايبتها، ها هي صايبتها، ولحقاش ضروري خصني ملي كنصايبها خصني نخليها ترتاح واحد تقريبا واحد دقيقه، على ما مشيت لبست قفيطين يا اختي باش نجيو تشوفوني بالقفيطين وتشوفوني بهاد الشد هذا ديال الشلوح ولا ديال ديك البلاصه سميتها، المهم هو معروف ديال الشلوح، واحد البلاصه نسيت عليها ما عرفتش حتى هما كيلبسوا هاد الزي هذا. المهم باش نعطيكم واحد الطاقه ايجابيه يا اختي، ونعطيكم يا اختي واحد الصوره اللي هي زوينه، وحتى تتحمسي وتولي تلبسي قفيطين وتهلاي في راسك وتهلاي في البشره ديالك. المهم ما نطولش عليكم بزاف، انا راه كنهضر معكم بحال كنهضر مع خواتاتي، بحال كنهضر مع العائله ديالي، لحقاش نتوما وليتو صحاباتي وخواتاتي وكبيدات ديالي. نخليكم دابا تشوفوا الوصفه، تشوفوا المكونات، تشوفوا كيفاش درت ليها، ورجع معكم باش غادي نديرها معكم على البشره ديالي. يلا خواتاتي خليكم معايا. المهم اخواتاتي اشنو غادي نحتاج في هذه الوصفه؟ عندي هنايا الدقيق ديال الشعير اولا الدقيق الشعير، عندي الدقيق ديال الشعير مطحون مزيان منيل ومغربل. الا ما عندكش شي بلاصه يعني قريبه لك تجيبي منها الدقيق ديال الشعير شريه يعني مطحون، كتاخذي غير البلبوله سواء البلديه ولا الروميه، ولكن الا كانت البلديه يكون احسن. كتاخذي البلبوله وكطحنيها مزيان 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 حتى كتولي دقيق وكتغربليها. صافي انا عندي هاد الدقيق ديال الشعير، عندي ديك البلدي يعني هذا، كنت خديت داك البلبوله البلديه وشديتها وطحنتها وغربلتها حتى ولات بحال ما هكا دقيق مطحون منين مزيان. المهم الدقيق ديال الشعير اولا الدقيق الشعير راه خطير 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 في الوصفات ديال البشره، كيجبد البشره، كيسد لنا المسام، وكيعطي واحد النضاره للبشره، وكينقي البشره. المهم الدقيق ديال الشعير زوين بزاف بزاف. اشنو غادي نحتاج معاه؟ عندي هنايا البيض ديال البيض اللي كنت درت معكم الوصفه اللي خديت الصفر ديالها البارح، بقى لي هاد البيض ديال البيض كنديرو في هاد الوصفه هذه. وغادي نحتاج البنات نص خياره بالقشور ديالها مغسوله وكلشي، انا غاديش كنهضر معكم، وقطعت الخيارات ليكم راه غندير غير النص ديالها، ملي شفت التليفون لقيتو ما كيصورش يعني عمر ليا. المهم عندي هنايا نص خياره غادي نديرها بالقشور ديالها، راني غسلتها غسلها، غادي نحكها بحال ما غادي نحكها بالقشره ديالها، على غادي نحطها في الحكاكه الرقيقه باش كناخذ داك العصير ديالها. الناس انا حكيت هاد الخياط غادي نصفيه فهاد الصفايه، اصفي القياس اللي غادي ندير، واللي بقى ليا غادي نديرو بحال ما هكايا في دوك المكعبات ديال الفريغو، باش كنبقى كنديرو على البشره ديالي بحال هكا، كنهز المكعب كيكون كيتجمد ليا وكنهزو كنبقى نديرو بحال ما هكا بارد على البشره ديالي. كما كتعرفوا المكعبات ديال الخيار
راه زوينين مخيرين للبشره، كيعطينا واحد النضاره وكيحيدوا لنا دوك الهالات السوداء تحت العين، كيحيدوا التجاعيد حتى هذا المسامات الواسعه في الوجه. صافي، وهذا الشيء اللي بقى ليا كما قلت لكم، غنجيب دوك المكعبات ديال الفريكو وغادي نديرو فيهم، الا كنحتاجو كنلقاه موجود عندي في الفريكو. صافي البنات، كناخذ واحد المعلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الدقيق ديال الشعير بحال هكا، ولا معلقه ونص داكشي القياس اللي غادي يكفيكم. صافي، غادي نزيد معاها واحد المعلقه ولا جوج معالق ديال البيض، ديال البيض بحال هكا قياس جوج معالق صغار. صافي، وغادي ندير شويه ديال العصير ديال الخيار وغادي نبدا نخلط بحال هكا. غادي نزيد شويه العصير ديال الخيار، صافي، وغادي نخلط هاد الوصفه وغادي نخليها واحد دقيقه تقريبا، دقيقه وهي كترتاح، وعاد كنديرها على البشره ديالي. غادي نزيد شويه ديال الدقيق، غير شويه تقريبا، كديري واحد جوج معالق صغار عامرين مزيان ديال الدقيق ديال الشعير. وبالنسبه للبيض ديال البيض كتبقاي ديريه وانت كتخلطي. اي خويت بزاف، المهم انا غادي نقص منه شي شويه. انا بغيت نخبي عليكم والو، ما غاديش نحيد هاد اللقطه في المونتاج، غادي نخليها تخوى ليا البيض ديال البيض كله. هاد البيض ديال البيض اللي بقى ليا غادي ندير منه عاوتاني ان شاء الله غدا، شتو هاد البيض ديال البيض اللي بقى ليا غادي ندير منه غدا ان شاء الله عاوتاني. حيد هاد المعلقه وندير معلقه ديال البلاستيك بحال هكا. صافي البنات، هانتوما كتخلطي مزيان 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 وكتخليها ترتاح. ضروري هاد الوصفه تخليها ترتاح شي شويه، ومع الدقيق ديال الشعير كيشرب، الا لقيتيها شربات لك شي شويه كتزيدي العصير ديال الخيار، كتزيدي غير شي شويه وكتخلطي حتى كتكون عندك الوصفه كتولي ما ثقيله ما خفيفه، القياس اللي غادي تشد لك في البشره ديالك بحال هكا. صافي، دابا غادي نخليها ترتاح، خليها ترتاح ورجع لكم. شكرا البنات، هانتوما بحال ما هكا، ما خصهاش تكون ثقيله بزاف باش كتجمع لينا، ملي كتبدا كتنشف كتجمع لينا دوك المسامات كيتسدو. هانتوما البنات، الا درتيها الخلطه درتيها شي شويه قاصحه ما كتعطيكش واحد النتيجه زوينه، خاصها تكون بحال ما هكا خفيفه باش ملي كديريها البشره ديالك وكتبدا تنشف ما حتى هي كتنشف ودوك المسامات كيتسدو. شتو، نخلي دابا ترتاح شي شويه، وهاد العصير البنات اللي بقى ليا ديال الخيار غادي نديرو في الثلاجه، غنديرو الفوق في الثلاجه باش يبرد مزيان. انا غادي نوريكم في الاخر ديال الفيديو اشنو غادي ندير به، ملي غادي نحيد هاد الوصفه هذه من وجهي غادي نوريكم اشنو غادي ندير به للبشره ديالي. كما خواتاتي هانتوما شفتوا هاد الوصفه اللي ساهله ولكن النتيجه ديالها خطيره. الدقيق ديال الشعير زوين بزاف للبشره، كيسد المسام وكيجبد البشره وكيعطينا واحد النضاره للبشره زوينه بزاف وكينقي البشره. المهم الدقيق ديال الشعير راه خطير البنات في الوصفات، والبيض ديال البيض من الاحسن الا كان عندكم البيض البلدي يكون احسن، ما كانش عندك اختي البيض البلدي ديري البيض ديال البيض الرومي. صافي، والخيار راه معروف، الخيار معروف كيسد المسام كيجبد البشره وكيعطينا واحد النضاره. الا تبعتي هذه الوصفه هذه غتولي البشره ديالك زوينه وبحال المرايه، بحال البشره ديالي بحال ما هكا، واخا انا راه حسيت بشويه المسامات بداو كيتحلوا شويه بداو كيوسعوا، فداك الشيء علاش بغيت ندير هذه الوصفه هذه. المهم خواتاتي، بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال عادي، كتغسلي وجهك مزيان البشره ديالك مزيان وكتنشفي اي وصفه بغيتي ديريها، قبل ما ديريها كتغسلي الوجه ديالك باش دوك الدهون اللي تيكون عندنا هنايا وهنا وهنا تما كيبقاوش، كتغسلي وجهك بالصابون الطبيعي وكتمسحيه كما ديما وكديري الوصفه ديالك.
انا غادي نديرها معكم، ولكن غادي نحيد هذا الشيء كامل وغنديرها للعمق ديالي الوجه ديالي كما معوداكم دائما. وفاش غادي تنشف لي هذه الوصفه على الوجه ديالي، غادي نغسلها بالماء عادي بارد. وبغيت ننصحكم البنات، فكرت الماء بارد، فكرت واحد الحاجه مهمه بالنسبه دابا في البرد، في ايامات البرد ما تبقاوش تغسلوا الوجه ديالكم في الصباح بالماء سخون او لا في الليل. انا راه في اي وقت، واخا تكون الليالي وتكون الشتا والثلج كيطيح، كنغسل وجهي من الروبيني، يعني ما كندير ليه لا ما سخون لا حتى شي حاجه، الماء عادي من الروبيني كنغسل وجهي دائما، واخا كما قلت لكم يكون الثلج ويكون البرد ويكون ديك الليالي وما قادراش نمس الماء في الروبيني، كنغسل به الوجه ديالي. سمعتوا البنات، تغسلي به يديك ورجليك وكل شيء، الماء سخون ديري الماء سخون، غسلي به يديك ورجليك وتوضي منه، ولكن الوجه ديالك ما ديريش ليه الماء سخون. انا راه ما كنديرش الماء سخون لوجهي من صغري، ما كنديرش الماء سخون لوجه ديالي باش كيبقى مجبد، ما كيكونوش فيه التجاعيد بزاف، ما كيكونوش فيك دوك المسامات، ما كيوسعوش مع الماء سخون تيوسعوا. المهم هذه ملاحظه مهمه ونصيحه نعطيتها لخواتاتي. صافي كديري هاد الوصفه هذه، كتخليها حتى كتنشف صافي، وكتغسليها واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه، تقدري تخليها في وجهك حسن 30 دقيقه، غير ما تخليهاش تنشف عاوتاني بزاف، غير تحسي بها بدات كتنشف صافي وغسليها. ملي كنغسلها انا غادي نوريكم اللي غادي نغسلها اشنو غادي ندير، لحقاش ما غاديش نبقى نصور لكم ملي غادي ندير هاد الوصفه هذه، بغيت غير نوريكم العصير ديال الخيار اللي شاط ليا اشنو غادي ندير به. صافي خواتاتي، انا غادي نجيب لكم العصير ديال الخيار باش نوريكم شنو غادي ندير به، وعاده نقطع الفيديو ونكمل معكم هذه الوصفه. بالنسبه للوقت شحال خصك ديريها، ديريها ثلاثه المرات في السيمانه، ثلاثه المرات في الاسبوع، يعني نهار ايه ونهار لا، نهار ايه ونهار لا، حتى تشوفي دوك المسامات ديال الوجه ديالك، دوك الوجه ديالك كيبان كمثقب، كتشوفيه بدا كيتسدو بشويه بشويه بشويه. صافي ملي كتعطيك واحد النتيجه زوينه كتحبسيها وكتبقاي ديريها، هي راه زوينه الا ما نفعتك ما غادي تضرك، كتولي واخا ديريها غير مره في السيمانه غير مره في الاسبوع راه كتعطيك نتيجه زوينه. المهم انا غادي نجيب داك العصير ديال الخيار اللي بقى ليا باش نقول لكم اللي غادي نغسل هذه الوصفه هذه اشنو غادي ندير به. المهم اخواتاتي، غسلت وجهي باش نوريكم شنو غادي ديري مورا هاد الوصفه، لحقاش انا ما عنديش الوقت، خصني نمشي نجيب بنتي من المدرسه ودابا راه باقي الحال. المهم انصحكم واحد النصيحه، دائما ملي تبغي ديري شي وصفه للبشره ديالك الوجه ديالك، حتى تحيد ديك الشميشه وتحيد داك الشعاع ويغرب المغرب ويجي الليل، عاد ديري الوصفه للبشره ديالك. لحقاش اي وصفه طبيعيه ما كتبغيش الشمس تكون الشمس داخله لك من الشرجم والشعاع، وانتيا كديري لي الوصفات البشره ديالك، دائما ديري الوصفه بالليل ملي غرب المغرب مع ديك 7 ديال العشيه ولا 6 ونص ولا 8، هذيك الساعه ديري الوصفه ديالك. المهم كيما شتي معايا، ملي كديري هذه الوصفه هذه البشره ديالك والعمق ديالك كتخليها حتى كتنشف، ماشي كتنشف كاع بزاف حتى تكرم تولي قاصحه، هي تبان لك بدات كتنشف صافي، وكتحيديها كتغسليها. ملي كتغسليها كديري هذا العصير ديال، نحيد هذه المعلقه باش تشوفوا معايا العصير ديال الخيار اللي بقى ليا، شفتوا هذا راه درتو في الفريغو الفوق، درتو في المجمد باش كيبرد مزيان. ملي كديري الوصفه ديالك وكيبقى هو ديك الوقيته، كان عندك دوك المكعبات ديال الفريغو اللي كنديرو في المجمد اللي كانوا عندك عامرين بالخيار، ديريهم جبدي واحد المكعب، وملي تغسلي هذه الوصفه بقاي دوزي بحال ما هكا على البشره ديالك داك المكعب ديال الخيار. ما عندكش كتاخدي هذا الخيار اللي بقى عليك، هذا العصير ديال الخيار، كتاخدي بحال ما هكايا هذا القطن هذا، وكتبقاي كتغطسيه في القطن وكتمسحي به البشره ديالك بحال هكا. خاصو يكون بارد مزيان، يعني بارد مقلاصي، انا درتو من قبيله راه درتو في الفريغو راه برد ليا مزيان. صافي ملي كتغسلي الوصفه كتبقاي كديري بحال ما هكا، الا كانوا عندك مكعبات ديال الخيار يكون احسن، كديري بحال ما هكا كتغطسي هذا القطن في عصير الخيار وكتدوزي على البشره ديالك بحال هكا، هادشي راه بارد واحد الاحساس على مزيانه فن. صافي كتبقاي بحال هكا كتمسحي به البشره ديالك بحال هكا، ضروري خصو يكون بارد، يكون بارد مزيان بحال هكا. كتبقاي كدهني به البشره ديالك كامله، العنق ديالك بحال هكا، كتهزي وكديري بحال هكا. انا راه ملقي هذا لحق بيسي، خايفه لا قطر لي على القفطان. صافي المهم انا غادي نوريكم، وانتوما راه غادي ديك الساعه تكونوا لابسين الحوايج ديال الوصفات بحال هكا، كديري على البشره ديالك كامله والعنق ديالك. صافي
وكتخليه كدير كتركزي على هاد البلاصه تحت العين. دابا انا مع التصويب حتى نسالي، وعاد غادي نديرها غادي نسالي ونديرها ندير الوصفه، نعاود نديرها لوجه ديالي كامل. كما قلت لكم انا غادي نمشي نجيب بنتي من المدرسه. المهم البنات هاد الوصفه هادي راه زوينه بزاف. صافي كتخلي هاد العصير ديال الخيار حتى كينشف لك على الوجه ديالك وكتغسليه بميه. صافي البنات هاد الوصفه راه زوينه بزاف، خطيره، كتسد لينا المسام، كتعطينا واحد النضاره للبشره، واحد الاشراقه، وكتعطينا واحد اللمعان زوين، وكتجبد لك البشره وكتولي بحال المرايه. المهم خواتاتي خليتكم على خير، وما تنساونيش من اللايك ديالكم ومن البارطاج القناه، وتهلاو ليا في راسكم، وكوني دائما يا اختي كتشعلي، ودائما نواره في دارك، ودائما عروسه، ودائما اميره في دارك. دائما تهلاي في راسك، من القليل دير الكثير، يعني من داكشي اللي عندك في الدار في الكوزينه تهلاي في راسك وكوني بحال ما كتشعلي. المهم خواتاتي ما سخيتش بكم، وخا كنبقى نهضر معكم بزاف، كنبغيكم غير تستافدوا، كنبغي نهضر معكم نتحدث معكم. يلا خواتاتي خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم، ونتلاقاو ان شاء الله. البنات حتى قطعت معكم الفيديو وتفكرت هاد القطيب هذا، قلت لكم قبيله كيديروا الشلحات، كيديروا الشلحات، تحيه ليهم كبيره. والاطلس عندنا واحد الخنيفره الاطلس. المهم انا راني ما كنعرفش بزاف زعما فهاد الزي هذا، لحقاش انا دكالي اختي عروبيه على بويا وجدي. والبنات اللي عندي في القناه اللي عندي مثلا شلحات ولا الاطلس ولا النواحي اللي كيديروا هذا القطيب هذا، كتبوا لي في التعاليق وقولوا لي البليس بالضبط اللي كيديروا هذا القطيب هذا. يلا خواتاتي خليتكم على خير، وتهلاو ليا في راسكم.